أنا هنا لست في مقام الدفاع عن البنوك الإسلامية، وهذا السؤال أنا كنت أحب أن يوجه إلى القائمين على هذه البنوك الإسلامية وليس إلي أنا، لكن أنا سأشارك في الجواب بقدر ما أستطيع. طبعا البنوك الإسلامية ليس من صالحها أن تكون جشعة من تجارية، طبعا أتكلم، لأنها إذا كانت فعلا ترفع الأرباح الآن بداعي الجشع أو اندفاع الناس إليها، فهذه نظرة خاطئة منها، ستخسر الرهان في قادم الأيام، لأن لن يستمر الناس معها بنفس العطاء وبنفس الدفق. لكن في ظني أنها مستمرة على هذا الربح المعين ليس بدافع الجشع، وإنما هي شاعرة بوجود التنافس سواء بين البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية نفسها أو بينها وبين المصارف الربوية. فإن كثير من الناس سواء كانوا من المسلمين للأسف أو من غير المسلمين لا يهمهم الحلال والحرام بمقدار ما يهمهم قلة الربح وكثرة الربح، وطبعا هذا مبدأ خاطئ في الإسلام معنا. فإن صحة المعاملة هو المقام الأول وهو النظرة الأولى، ثم بعد ذلك ينظر الإنسان إلى الأوفر. أما ينظر للأوفر ويغض الطرف عن الحكم الشرعي فهذا لا يجوز بطبيعة الحال في حكم الله سبحانه وتعالى. فالبنوك الإسلامية تنظر إلى هذا التنافس الذي يحصل، لكن الواقع ما هو الواقع؟ هنالك عدة أمور. الأمر الأول أن البنوك الربوية بنوك قديمة تأسست ربما من 40 سنة أو من 30 سنة أو من 20 سنة، وقد حققت رواجا في السوق وأرباحا وفتحت لها مئات الفروع ولديها آلاف الموظفين، فهي متأسسة تأسسا كاملا وتجاوزت مرحلة التأسيس والبناء والنفقات الأولية، وأصبحت الآن في مرحلة الكسب بقليل من النفقات. بينما البنوك الإسلامية هي بنوك ناشئة حديثة، وحتى تتوسع وتفتح الفروع وتكون نفسها تحتاج إلى نفقات كثيرة جدا. فمثلا لو نظرنا إلى أحد البنكين الإسلاميين الموجودة في عمان، الآن تجاوز 3 سنوات وإلى الآن لم يحقق ربحا، الآن يقترب من نقطة التعادل كما يقول أو نقطة الصفر التي تتوازن فيها الخسائر مع الأرباح. وقد توقف هذا البنك عن التوسع بفتح فروعه لأنه كان بين خيارين، بين أن يتوسع في فتح الفروع وسيكون هذا على حساب تحقيق الأرباح، وهذا ما سيؤثر على سمعة البنك وعلى نظرة المؤسسين، لأن لا تنسى أن هذا البنك قام على أموال مؤسسين يبحثون عن الربح، فصبروا السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، وبعضهم بدأ ينفذ صبره وأصبح يتكلم بصوت مسموع لماذا لا يربح البنك، أين الأرباح. فتوقف البنك عن التوسع حتى يحقق شيئا من الربح الذي يوزعه للمؤسسين، ثم يتوسع قليلا قليلا حتى تمتد شبكته. فهنالك موازنات بين ما يسعى إليه البنك من الربح وبين ما يسعى إليه من التوسع، وهذه نظرة اقتصادية دقيقة ربما قد لا يفهمها الكثير من الناس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن في الغالب مصاريف البنوك الإسلامية تكون واضحة وصريحة و يطلع عليها العميل عند العقد، ولذلك قد يصدم بها فيقولون له مثلا بما أنك ستتعامل معنا مدة 25 سنة
ستكون أرباحنا تصل إلى 40,000. فيقول 40,000 هذا مبلغ كبير، بينما في البنوك الربوية كثيرا لا يكشفون هذا، يقول لك نأخذ عليك أرباح 3% أو 4%، ولكن لو يبقى 20 سنة 30 سنة يدفع سيجد أن ما يدفعه من الربا يصل إلى هذا المقدار وقد يزيد. ناهيك ما يوجد في البنوك الإسلامية أحيانا من مبالغ تأمين لا تكشف، وهذا طبعا تكلم به حتى من كانوا يعملون في البنوك الإسلامية، جلست أنا مع بعضهم وقال لي هنالك في مداخيل كثيرة في البنوك الربوية لا تكشف للعملاء ولا ينتبه لها، لأنها إذا كشفت كشفا جليا ستظهر أيضا حقائق. ولذلك أنا دائما أنصح المتعاملين مع البنك الإسلامي أو البنك الربوي لا يغرك 3% 2% 1%، لا، وإنما قل له في النهاية عطني المبلغ الإجمالي، أنا إنسان لا أتقن هذه اللغة الاقتصادية التي تتكلمون بها، وإنما أتقن مبلغا تعطيني إياه لكي أحسب وأنظر قدرتي وعدم قدرتي. أحيانا هل تعلم أن بنك يأخذ منك 3% وبنك آخر يأخذ منك 5%؟ تتعامل مع البنك الذي يأخذ 5% أفضل من تتعامل البنك الذي يأخذ 3%. لماذا؟ لأن هذا يحسب 3% تراكمية على المبلغ كامل، لا ينقص في السنة الثانية أرباح السنة الأولى. مثلا أخذت من عنده 40,000، يضرب 40,000 في 3% في عدد سنوات التعامل، بينما ذلك الذي يأخذ 5% في الظاهر لا يضرب مثلا 40,000 في 5 بعد السنوات، لا، السنة الأولى نعم يضرب 40,000 في 12 شهر في 5%، السنة الثانية لا بتنقص عن 40,000 بيكون مثلا نقول 37,000، السنة الثالثة 35,000، آخر سنة 3,000. فتجد أن بهذه الحسبة سيقل ما تدفعه وإن كان بالصورة هو 5%. فهنالك حسابات اقتصادية، وكثير طبعا بنوك سواء في البنوك وحتى غير البنوك الشركات يحصل مغالطة في الحقيقة للعملاء في النسب، ولذلك تجدهم بخط صغير يكتبون وفق الشروط حسب الشروط. فلذلك الإنسان ينبغي أن يتمهل بإصدار الأحكام وأن يأخذ الحسبات الكافية. لهذا طبعا مشاركة مني في الجواب على هذا الموضوع، وإن قلت المتخصصون هم أولى بالإجابة على هذا السؤال.